أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنان البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف ودوره في تاريخ الخلاص وقال بدأ الإنجليان متى ولوقا كل واحد انجيله بلائحه نسب يسوع لتوضيح اصله ورابطه مع من سبقوه فهو ابن يوسف زوج مريم وقدم الانجليان يوسف ليس ابا بيولوجيا ليسوع لكنه مع ذلك اب كامل له واوضح لنا متى ان شخصيه يوسف على الرغم من كونها هامشيه ومخفيه وكمن يقف في الخط الثاني الا ان شخصيته مركزيه في تاريخ الخلاص فقد عاش يوسف دوره بتواضع ولم يرد قط ان يفرض نفسه في احداث تاريخ الخلاص وطبق قداسته موقف القديس يوسف على عالم اليوم فقال كم يحتاج عالم اليوم الى اشخاص على مثال القديس يوسف يعملون في الخفاء لكنهم يحرسون ويحمون ويسندون حقا وكان يوسف حارسا ليسوع ومريم ولهذا السبب فهو ايضا حارس للكنيسه لان الكنيسه هي امتداد لجسد المسيح في التاريخ وقال قداسته يوسف من خلال حياته يريد ان يقول لنا اننا مدعوون دائما لنشعر بأننا حراس على اخوتنا وعلى الذين يأتمننا الله عليهم في ظروف الحياة واختتم قداس الباب تعليمه وقال إن حياتنا تتكون من روابط تسبقنا وترافقنا ونحن في أمس الحاجة إلى العلاقات مع غيرنا لنخرج من وحدتنا والقديس يوسف هو في هذا أيضا دليلنا وشفيعنا